مشاهدي الاو تي في، صباح الخير. حلقة جديدة من حوار اليوم. في القسم الاول من هذه الحلقة نستضيف الصحافي الزميل فادي ابو ديه مباشرة من بغداد للاطلاع على بعض المعطيات التي تكونت لديه حول مسار المفاوضات حول الملف النووي الايراني، وايضا مختلف المواضيع الاقليمية وانعكاسها على لبنان. وفي الشق الثاني من الحلقة نستضيف وتحديدا حول موضوع الحكومة اللبنانية ومشاورات تأليف الحكومة مع الصحافي إبراهيم عوض، ولكن في الشق الثاني. ونبدأ الآن من بغداد مع الصحافي الزميل إذن فادي أبو دية. أستاذ فادي، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. سعيد صباحك، كيفك أستاذ جاد؟ أول شيء، شو عم تعمل ببغداد؟ يعني زيارة سياسية وإطار عام للاطلاع على الاتفاق الإطاري الذي حصل بين لبنان والعراق، والذي تم يعني البحث فيه والتوقيع عليه مؤخرا. وحقيقة ما مني فقط في بغداد، لكن عندي زيارة أوسع من بغداد إلى إيران وإلى العراق، رايح جاي يعني. نعم، طيب خلينا نبلش. شو اطلعت بموضوع اتفاق الإطار؟ ما زال طبعا بلشت لنا بالبداية منه، يعني خلينا نسألك شو اطلعت بالنسبة لهذا الموضوع؟ طبعا في البداية واضح أن الحكومة العراقية والشعب العراقي يقف إلى جانب لبنان عندما يقرر لبنان أن يكون بلدا ذات سيادة وقادر على أن يترفع عن كل المصالح الضيقة من أجل نهوض هذا البلد الذي يعني العراق كثيرا والشعب العراقي كثيرا. وبالتالي الحكومة العراقية والقيادة العراقية مهتمة بتزويد لبنان بالمشتقات النفطية مقابل الحصول على المواد الغذائية والخدمات الطبية من لبنان، بحيث أن لا يكون هناك خروج لعملة الدولار من لبنان، بل تبقى ضمن الإطار اللبناني. وهذا سيساعد الاقتصاد اللبناني على عدم الاستنزاف بعملة الدولار التي نحتاجها اليوم بشكل كبير، وسيساعد لبنان على تجاوز محنة المشتقات النفطية التي يشهدها هذا البلد، والتي يمكن أن تودي حتى بقطاع الكهرباء تماما. نعم، الموضوع الأساسي هو الموضوع الإيراني. يعني امبارح كان في اجتماع وشكلت لجان بنهاية هذا الاجتماع. خلاصة الموضوع، لوين رايحين بالنسبة لهذه المفاوضات؟ حتى اليوم يعني اليوم تبدأ مباحثات جديدة بين العراق، بين الجولة مفاوضات جديدة بين العراق وبين الأمريكان، وهذا أيضا سيكون موضع اهتمام لدى الإيراني ولدى متصل أيضا بموضوع المفاوضات النووية الإيرانية. يعني هذا ليس معزول عن هذا الموضوع مطلقا. الاتفاق النووي الإيراني حتى الآن أستاذ جاد لم تتضح معالمه بشكل واضح. الإيراني مصر على أن يتم رفع جميع العقوبات عن إيران حتى العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. مصر ثانيا، الإيراني مصر على عدم البحث في أي نقطة غير الاتفاق النووي الإيراني. حتى الصواريخ البالستية الإيرانية الطرف الإيراني يرفض كليا أن يبحث بها في المفاوضات. ثالثا، من النقاط الأساسية المهمة أن الأمريكي يريد بحث هذا الاتفاق ضمن سلة كاملة متكاملة، تشمل العلاقات التجارية، تشمل العلاقات الخليجية، وتشمل سوريا وحتى حزب الله في لبنان. ولا أغالي إن قلت لك أن بعض المسؤولين سربوا أن هناك حديث عن الموقف من إسرائيل، الموقف الإيراني من إسرائيل ضمن هذه السلة المفاوضات التي تحصل. وبالتالي الإيراني رفض قاطع هذا الموضوع ووضع هذه التعهدات بعهدة الأوروبي. المشكلة التي بدأت تتفاقم أكثر فأكثر هي توقيع الإيراني لاتفاقية استراتيجية مع الصين بقيمة 450 مليار دولار، والتي أثارت قلق ورعب الأمريكي أكثر، إذ لأول مرة نرى هناك دولة تتجرأ على الهيمنة الأمريكية في المنطقة وفي العالم، مما أثار حفيظة الأمريكان بشكل كبير جدا، وسارعوا مباشرة إلى التصعيد، خاصة أن هناك معلومات تتحدث عن إمكانية لعمل معين
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي سريع وعودة الإيراني إلى هذا الاتفاق، أعتقد الأمريكي سيكون بصدد خلط الأوراق جميعها، خاصة أن الهند التي كانت على تواصل جيد مع الأمريكان اليوم تطلب توقيع اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار لشراء النفط الإيراني خارج منظمة أوبك. الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الروسي سيزور إيران في 13 نيسان، وربما سيثمر هذا الاتفاق على توقيع اتفاقية استراتيجية أيضا لمدة 25 عاما وبقيمة تفوق قيمة الاتفاق الإيراني الصين. نعم، بالتوازي مع هذه الحركة على الخط المفاوضات النووية وما يدور حولها، شفنا حركة داخلية لبنانية أكيد مش محض صدفة، يعني هذا الموضوع أنه الأمور بلبنان تتحرك على وقع الأحداث الإقليمية والدولية، ولكن يعني رجعنا فتنا بحالة من المراوحة. في ربط بين الموضوعين وبين المسارين بالطريقة اللي عم ينحكى عنها بالإعلام وبالصحافة اللبنانية اليوم، أو في مبالغة؟ ايه لا، ما في مبالغه، في فرق بين طرفين عم بيشتغلوا على ربط الملف اللبناني بما يحصل بالمفاوضات النوويه الايرانيه. الطرف الاول انه هو الخليجي السعودي الامريكي، هذا المحور يريد ربط استقرار لبنان، تشكيل حكومه في لبنان، نهوض لبنان، فك الحصار عن لبنان بالاتفاق النووي الايراني. اما الطرف الثاني اللي هو الايراني المعني في هذا الموضوع، حتى الروسي وحتى الصيني ايضا، لا يريد ان يربط هذا الملف بموضوع لبنان، بل يريد ان يبقى لبنان بمنأى عن المفاوضات المتعلقه بالاتفاق النووي الايراني، لا سيما ان الاسرائيلي قد سيعمل وهو يعمل على عرقله كل ما يمكن ان يوصل ايران الى عوده الى الاتفاق النووي. وبالتالي لا يجوز ربط ملف لبنان بهذه المفاوضات التي ربما تطول كثيرا قبل ان نحصل على عوده للاتفاق النووي الايراني اذا تمت العوده. وبالتالي نحن امام مشكله ومعضله كبيره. كثير من الدول العربيه، وانا اليوم في بغداد واقول لك بعد لقائي مع عدد من المسؤولين العراقيين الذين اكدوا جميعا انهم يريدون للبنان النهوض والاستقرار والوقوف، لكن هناك ما هو أكبر من هذه التمنيات والأمنيات. هناك حراك عربي مدعوم من خليجي ومدعوم أمريكي يحاول أن يفتح ثغرات في الملف اللبناني، لكن أعتقد حتى الآن نسب التفاؤل قليلة جدا ولا يمكن البناء عليها في الوقت الحاضر. لماذا يعني النسبة ضئيلة جدا برأيك؟ لأنه حتى الآن مثل ما قلت لك في محور كامل يربط الحكومة اللبنانية وتشكيلها والنهوض لبنان وفك الحصار عن لبنان بالمفاوضات الإيرانية. وبالتالي ربط هذا الملف بملف المفاوضات النووية الإيرانية يعني سيطول. وبالتالي لن يكون هناك قدرة على تليين المواقف. وحتى نكون صريحين مع المشاهدين، يعني اليوم المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول الخليجية المفتاح التي تملك مفاتيح في الحل داخل الحكومة اللبنانية. يعني حتى الآن لم يتم التليين أو التنازل عن الشروط التي كانت موضوعة على الرئيس سعد الحريري. هناك مسعى فرنسي، هناك مسعى مصري، هناك مساعي لتليين الموقف، حتى الآن لم يحصل. وبالتالي إذا السعودي لين مواقفه وسمح لبعض المطالب التي طلبها من الرئيس سعد الحريري والتي تعجز عنها السعودية نفسها على تطبيقها، بالتالي يمكن أن يحصل هناك حل. إذا كان المطلوب من الرئيس سعد الحريري، وهذه كلمة يعني أصلا الموضوع نفسه، موضوع مشاركة حزب الله بالحكومة، هذا ما تخطيناه، ما حدا بقى عم يحكي أبدا بالموضوع أنه بيشاركوا أو ما بيشاركوا. ما هو خلاص حكوا انتهى الموضوع، يريدون تقليم نفوذ حزب الله في لبنان السياسي. في حدا يطلع يقول لي كيف؟ ما حدا، ما عم بعرف. اوكي بس استاذ فادي، يعني اليوم المشكله بموضوع الحكومه، ما حدا عم بيقول الكلام اللي عم تتفضل فيه، انه اليوم المشكله هي صارت محصوره بموضوع حزب الله ودوره بلبنان والى اخره، عم تنحط المشكله بمحل اخر. المشكلة ليس في مكان آخر، المشكلة أنه الرئيس سعد الحريري يريد أن يدفع كفارة ما تعتقد السعودية أنه فعلها،
ويريد أن يكفر عن ذنبه من التسوية التي أقامها في وصول الرئيس ميشيل عون. السعودية تحمل سعد الحريري كل تبعات أنه ما مشى في هذا الاتفاق، واليوم الرئيس سعد الحريري يريد أن يعطي للسعودية برهانا وآمالا جديدة أنه قادر على إعادة التوازن. هذه الحقيقة بدون المنمقات الإعلامية التي تحصل. اليوم يريد أن يبيع مواقف إلى السعودية للعودة إلى الحضن السعودي من جديد، لكن هل هو يستطيع؟ حتى الآن هو لم يستطيع. موقفه من حزب الله ومشاركته في الحكومة اللبنانية حتى الآن السعودي لم يتنازل عنها بالمناسبة، ربما الفرنسي تخطاها، ربما بعض الجهات الأخرى تخطتها، لكن هل السعودي تخطاها؟ ليس عندي معلومات أنه تخطاها، بالعكس معلوماتي أنه متشدد حتى الآن بها. وهذا ما تحدث عنه حتى نائب الأمين العام لحزب الله في آخر مقابلة تلفزيونية. يعني صحيح أنه هذه الشروط التي توضع. السؤال أنه اليوم الكل عم يحكوا عم يسموا الحكومة حكومة اختصاصيين، مع أنه الكل يدرك أنه ليست حكومة اختصاصيين، ربما لا وكل من أحد الأسباب تجاوز هذه العقبة. نحن نعرف كإعلاميين أنه لا يمكن تشكيل حكومة اختصاصيين، لأنه هذا الاختصاصي مين بده يسميه؟ وهذا الاختصاصي من يعطيه الثقة في المجلس النيابي؟ وهذا الاختصاصي مين بده يحمل له كتاف سياسية تقدر تواجه الأزمات اللي عم تشوفها؟ صح، بس هيك ما بينحكى ساعتها عن مشاركة مباشرة لحزب الله بالحكومة، يقال ساعتها أنه اختصاصيين، أوكي يعني مثل البقوة. أحسن. هيدي يمكن طريقة لتجاوز الموضوع. عم ننزل اللي طلعوا على الشجرة، عم نرجع ننزله عن الشجرة بطريقة منمقة. لكن حتى على المستوى الداخلي الآن نحن ما نكون يعني عم نضحك على الناس ونقول إنه الرئيس سعد الحريري الآن لو بده يشكل حكومة بيقدر. بلى، اليوم الرئيس سعد الحريري لو يريد أن يلتقي بجبران باسيل ما بيقدر. بلى، بس هو ما بده، لا لأنه هو متأذي من الوزير جبران باسيل، لا لأنه هو يريد ويعي تماما أن الموقف السعودية منه موقف قاسي، وقاسي جدا عليه، مش بس سياسيا، حتى على المستوى المالي. كلنا بنعرف انه شركات الرئيس سعد الحريري في السعوديه كلوز، انتهى، خلصت، وبالتالي هو بحاجه الى ان يفتح جدار علاقات مع السعوديه من خلال بيع هذه المواقف. لكن هل هي نفس السعوديه الا تنتظر لقاء مع الايراني لتشوف على اي مسار سيمشي؟ لو انا وياك تخيلنا مشهد هلا الايراني والسعودي قعدوا على طاوله حوار ومفاوضات، وليست بعيده بالمناسبه، يعني انه كيف بيكون الحال في لبنان؟ كيف ينظر الرئيس سعد الحريري الى الافرقاء الحليفه لايران في لبنان؟ مش هي بينظر له على نظره شراكه ونظره انه ممكن يتعاون معه وبهيك يصير عايش مشترك ووحده، وبتشوف هاي الشعارات الرنانه دغري بتطلع؟ صارت قبل، يعني تجربه السين سين مش بعيده كثير، يعني هذا هو ما هيدي السين سين. هلا بدنا الالف سين، هلا نحن بدنا الالف سين، وان شاء الله انه يعني بتخيل انا المساله سياسيه اقليميه اكثر منها داخليه. انا مش مع انه هي داخليه كثير على قدر ما هي سياسيه اقليميه اكثر. بحسابات طبعا الرئيس سعد الحريري، طالما القراءة حتى ما حدا يفهم كلامي انه عم بقول رئيس الجمهوريه مرتبط بقرار، لا انا عم بقول الرئيس سعد الحريري المكلف ينتظر اشارات اقليميه سياسيه تحديدا من السعوديه. نعم. طيب طالما الواقع هو مثل ما عم تتفضل فيه بحسب قراءتك، على ما استند الأفرقاء الذين دفعوا في اتجاه تسمية الرئيس سعد الحريري رئيسا مكلفا للحكومة، طالما يعني يفترض يعني يكونوا عارفين انه هذا هو الوضع، فليش علقنا حالنا بهالدوامة هيدي؟ نحن معلقين النظام اللبناني كله بدوامة اسمها الطائفية والمذهبية، وبالتالي اليوم إذا جينا لنختار شخصية سنية، معلش عفوا الكلام أنا ما بحب أحكيه طائفيا لكن هذا واقع الحال، إذا جينا لنختار شخصية سنية لرئاسة الحكومة، من هي الشخصية السنية التي تملك العلاقات الإقليمية والعربية والدولية القادرة على أن تأتي بلبنان وتفتح مشاريع في لبنان، وأنت أمس الحاجة في لبنان إلا مثل هذه المشاريع؟ من الشخصية السنية الأكثر اعتدالا مما يحصل وغير متأثرة مما يحصل في المنطقة؟ بجيب أشرف ريفي، يعني أشرف ريفي اللي معروف تماما بارتباطاته بأعماله التي تحصل، مش مني أنا عم بحكي، محمد دحلان حكى هيك، السعوديين حكوا هيك، مش أنا عم بحكي. اليوم نحن بدنا شخصية تملك ثقل
علاقاتي مع الدول العربية والدول الأوروبية والدول الغربية قادرة على أن تفتح على لبنان مساعدات. وخلينا كمان عم نحكي بكل شفافية، هذا تجربة الرئيس حسان دياب، ماذا فعلت؟ بدك تقول لي أنه حزب الله جاب الحكومة أو هذا الفريق جاب الحكومة. هذا الحكومة، هذا الفريق جاب الحكومة، وشفنا كيف كانت المقاطعة العربية كلها لهذه الحكومة والمقاطعة الأوروبية كاملة. بموضوع حكومة الرئيس حسان دياب كان في عاملين أدوا إلى ما وصلنا إليه، يعني نتيجة عمل في عامل خارجي اللي عم تتفضل فيه، بس في كمان يعني عامل داخلي بتعرفه حضرتك كتير منيح، يلي هو كمان فرملة لهذه الحكومة. ممتاز، لكن هل لو كان التعامل الخارجي والإقليمي متعاون مع الحكومة ما كانت الحكومة قادرة أن تقلع وقادرة أن تشتغل أكثر؟ طبيعي. يعني أنا بعرف أنه الرئيس حسان دياب ما شاف إلا السفير الصيني، هو الوحيد الذي زار، وبالتالي لا يعني شاف في مشكلة. السفراء كانوا يزوروه، بس المشكلة كانت أنه ما قدر يسافر لبرا، الواقع اللي بنعرفه يعني أنه السفيرة يعني هي الأمريكية كانت تزوره. زيارات بس للتبادل الزيارات، نحن بدنا زيارات عمل مو زيارات يعني للتبادل الزيارة فقط. بكل الأحوال كانت محاصرة، ليه؟ لأنه أول ما إجت علقوا عليها شماعتها حكومة حزب الله، وبالتالي لا، هيدي حكومة الرئيس سعد الحريري، خليه يتفضل نشوف هذا الإرث اللي عم يتفضل فيه، هذا الاستقلال العلاقات اللي عم يتفضل فيه، الرؤية اللي عم يتفضل فيها. اليوم مش لحاله بالبلد قادر إنه يتحكم بالسياسة الحريرية الاقتصادية المالية، منه لحاله، اليوم في توازن في البلد، وعليه أن يحترم هذا التوازن، وعليه أن يقف عند هذا التوازن حتى يستطيع تشكيل حكومة قادرة على النهوض بالبلد، مع كثير من الشكوك أنه هذه الحكومة حتى لو ولدت لن تستطيع أن تنهض بالبلد، إنما قادرة على وقف الانهيار إذا حقيقة تعامل معها العالم بمساعدة وبتكاتف. إذا هلأ البعض لأن العالم استاذ اليوم، فادي ممكن العالم يفهم، اليوم العالم اليوم كله مشغول بنفسه، يعني شوف الكوارث اليوم، كورونا وكوارث الاقتصاديات في العالم، ما بتخيل اليوم كثير العالم مرتاحة اقتصاديا قادرة على أن تدعم كما كانت تدعم لبنان سابقا. بموضوع الرئيس الحريري البعض ممكن يفهم الكلام اللي عم تتفضل فيه يعني مثل كأنه يعني من دفع باتجاه تسمية الرئيس الحريري يريد من أن يستفيد من الحريري، من علاقاته، من إلى آخره، يعني كواجهة لا استمرار الوضع القائم كما هو. يعني نحن لا زبط لنا هالعلاقات، جبنا شوية مساعدات، ماشي الحال، بس انه خلص بدنا نقطع هذه المرحلة وهذه الأزمة، مش هيك لا يمكن نحن انه تفهم؟ لا 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 ابدا، انا عم بقول انه هو مطلوب منه يكون برئيس حكومه جهه تنفيذيه، رئاسه تنفيذيه في الدوله اللبنانيه. إيه شو المطلوب منه يعمل يعني؟ مش المطلوب منه يستثمر علاقاته وجهده وحكومته حتى يقدر ينهض بالبلد ووقف الانهيار بالبلد؟ اذا جاي بس لانه هو ابن الشهيد رفيق الحريري، شو بدنا فيه؟ ما جربناه سنوات. واذا جاي من شان انه هو بس شخصيه سنيه لها ثقل سني، كمان في اطراف ثانيه عندها هذا الثقل، لكن ثقله الاساسي في علاقاته العربيه والدوليه. اذا ما بده يستثمرها لمصلحه لبنان ما في مبرر لوجوده، هذا طبيعي، ولا وهذا ما, 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 ما مش ممكن حدا يخبيه، هذا واقع. اذا جاي على البلد ما بده يستثمر وغير قادر على استثمار هذه العلاقات التي بنشوفها على التلفزيون وبنشوفها بالصور وكذا، اذا ما بده يستثمرها لمصلحه لبنان شو جاي يعمل؟ في كثير شخصيات ممكن تجي وبتشكل حكومه اسرع منه. يعني ما هو شيء عيب، بالاخر هو موجود في مركز يجب ان يستثمره لمصلحه لبنان. هذا البلد اليوم استاذ جاد، هذا البلد مين ما بتسمع في الدول الاقليم اول كلمه بيقول لك اياها حرام على لبنان، راح. هذا اول كلمه، يعني مثل عم بيعزيك، مثل عم بيعزيك، خلص ما بقى حدا بقى يحكي بلبنان كان وكان وكان. لبنان اليوم اذا بتطلع انت كوجه اعلامي بتلتقى بزملائك في العالم العربي او في العالم، اول كلمه بيقول لك ان شاء الله بتسلم على لبنان، انا بعد بدي اكمل بحكومه ياخذوا بالخاطر ويعزوا في اكثر. يعني لا، انا بدي حكومه قادره على ان توقف هذا الانهيار وتعيد للبنان النهوض، مع انه لبنان حتى ينهض كمان حتى الناس ما تكون كثير متفائله، ما في عندنا اقل من 5 و6 و10 سنوات من العمل الدؤوب والمساعده العربيه والمساعده الغربيه في المشاريع حتى تستطيع انك تنهض من جديد. هل كل هالمساعدات هيدي يعني من المتوقع انه تجي بالطريقه اللي عم تحكوا عنها
إذا لم يعني تحل بين هلالين، يعني إذا لم يعني ما تلاقى شو ما شو بدي أسميها تخريجة حل تسوية معينة إلها علاقة بسلاح حزب الله يلي الكل عم بيحوروا ويدوروا بالخارج، بس آخر شيء النقطة المحورية لما يجري في لبنان بنظرهم هي سلاح حزب الله. إذا التفت حضرتك بداية حديثي عن إيران، قلت نعم لك أنا في طرف عم يربط تشكيل الحكومة والملف اللبناني بالاتفاق النووي الإيراني، واللي هو موضوع الطرف يلي قلت الأمريكي. اللي مطول، يعني إذا طولت القصة وما الطرف صار شيء الأمريكي بتجي يعني أولا المساعدات بلا ما يتلاقى حل لموضوع إذا السلاح؟ بتجي المساعدات ومش للدولة اللبنانية كمان، انتبه، مش بس بتجي المساعدات مش للدولة اللبنانية. اليوم هذه الجمعيات يلي عم بيأسسوها في لبنان، الجمعيات المدنية، وعم بيحاولوا يحل محكمة، هذا أكبر خطأ ممكن يرتكبه المجتمع الدولي بحق لبنان. هذه أكبر جريمة ممكن يرتكبها بحق لبنان. بتقول لي ما بيوثق ما يقدم مساعدات. نحن يو عندنا دولة قادرة على الإصلاح، يو عندنا دولة قادرة على أن تستلم مساعدات وقادرة أن تعطي للناس الجمعيات. ما أنا شخصيا لا أرى في الجمعيات إلا مجموعة من أجهزة مخابرات إقليمية وغربية. نقطة أول السطر. أنا هيك بشوفه. أما بدك تقول لي بدي السؤال حل الأساسي سلاح سألتك مقاومة، أنا عن موضوع سلاح بس حزب الله. سلاح حزب الله تتشكل حكومة وما بتتشكل حكومة، أي شيء بده يحصل في هذا البلد بدك تربطه بسلاح المقاومة، بنزع سلاح المقاومة، معناتها أنت عم بتروح إلى عدم تشكيل حكومة. مش إذا بتقول بنزع ما استاذ بتشكل فادي، انا ما حكومة عم بقول لك بنزع، عم بقول لك انه في شو من الحل؟ يعني من 17 تشرين 2019 لليوم في عده مواضيع عم تنطرح انه هيدي مواضيع اشكاليه، مجتمع الدولي عنده نقزه منها اذا بدنا نستعمل هذا التعبير، ابرزها طول عمر موضوع سلاح المجتمع حزب الله. الدولي، اذا طول ما صار عمره تسويه مع المجتمع ايران من الدولي هلا لوقتها، اي مساعدات بدها تيجي اذا ما تلاقى حل لهي الموضوع، هذا اللي عم اقله بقول لك طاوله اياه. يعني حوار استراتيجيه الى اخره. امريكا عم تربط اتفاقها النووي مع ايران بسلاح حزب الله بلبنان، خلينا نحكي بالشق اللبناني، مش هيك؟ نعم حزب الله موضوع السلاح ما له علاقه بتشكيل حكومه. السلاح تبع حزب الله هو موجود للدفاع عن لبنان، شو البديل لندافع عن لبنان؟ اعطوني استراتيجيه دفاعيه. طيب اعطيتني استراتيجيه دفاعيه، هل بتقدر يا امريكا تتفضل تيجي تعملي ضمانات انه العدو الاسرائيلي لا يعتدي على لبنان؟ شو هي الضمانه؟ انا كيف بدي دافع عن نفسي؟ انا عندي قوه بلبنان كلها وحده اسمها هي هذه المقاومه. اذا بدك تيجي انت تشلحني القوه من شان تشكل لي حكومه، ما انت عم تخليني ضعيف. يعني تكرار سيناريو السودان والصومال وهيدي الحكومات لا يمكن ان يحصل في لبنان، لا يمكن ان يحصل في لبنان. وبالتالي اذا انت لقاء تشكيل حكومه بدك تحاول تسلبني هذه القوه التي ادافع بها عن العدو الاسرائيلي والتي ادافع بها بوجه العدو الاسرائيلي، اذا عليك تماما ان تعي ان لبنان يذهب الى الانتهاء. أنا ما بسلم قوتي لحدا، أعطيني ضماني إنه لبنان لديه جيش قوي وقادر على أن يدافع عن بلده وعن سيادته، وأعطيني ضماني إنه إسرائيل لا تعتدي على لبنان، بعدين تحكيني بسلاح المقاومة، بعدين تحكيني بسلاح المقاومة. مش كل يوم الطائرات الإسرائيلية تستبيح أرض لبنان وسماء لبنان، وأنت بدك ياني أوقف متفرج. مش كل ما بيحلى للإسرائيلي بيطلع على الطيران بجوب لبنان كله صحيح، انا ما عم وبيكشف ناقشك بهالنقاط استاذ فادي، يعني هيدي امور بديهيه بنحكيها كلبنانيين، بس انا عم بحكي المجتمع الدولي او بعض المجتمع الدولي يلي عم ما في يتعاطى بالملف اللبناني، مثل ما قلت لك لو عم برجع اكرر انه في هيدي النقطه هيدي بده يصير في لها مقاربه معينه، صح او لا؟ المقاربة الوحيدة أن سلاح حزب الله هو سلاح مقاومة متفق عليه في بيان وزاري رسمي، مش متفق عليه بين اللبنانيين. صحيح، لا مش متفق عليه بين اللبنانيين، في ناس بدها تقاتل إسرائيل وفي ناس ما بدها تقاتل إسرائيل. بالتالي نحن عندنا خوف من هذا الإسرائيلي اللي قابع على الحدود، يتفضل يجي المجتمع الدولي يلاقي لي حل معه قبل ما يجي ينظر علي ويقول لي بدك شيل سلاحك. ما بيقدر المجتمع الدولي يمنعني من أني قاوم عن بلدي ولا عن ناسي. وبالتالي إذا بده يمنعني من سلاحي ومن مقاومتي بده يتفضل يجي يقول لي شو البديل. البديل طاولة حوار استراتيجية، صح، عملوا طاولة حوار استراتيجية وقدموا استراتيجية دفاعية، وين صارت؟ وين صارت؟
ما حدا بس بيقدر بالسياسة، يجاوبنا. بالسياسة كلنا بنعرف إنه في يعني في شكل وفي مضمون، يعني يمكن هلأ الحل بالمضمون مش متيسر بالمرحلة القريبة بهذا الموضوع، بس إنه من حيث الشكل بده ينعمل شو شيء، الشكل؟ يعني طاولة شو بدنا حوار نعمل؟ ينحط إنه بدنا نحكي باستراتيجية دفاعية، يعني ولا مش بس يوم كان فينا حزب نكمل مثل الله ما كنا قبل. أبداً، ولا يوم كان حزب الله ضد أي حوار مع كل الأفرقاء اللبنانيين، وتحديداً حول سلاح حزب الله. يا بنقدم منطق دولة، إذا حزب الله قدم منطق دولة واقتنعوا فيه فيتبنوه، وإذا عندهم منطق بديل قادر على أن يحمي لبنان فليتفضلوا. نحن كمان الشباب اللي عم بتروح تستشهد فداء عن كل لبنان، هودي أحلى أن يكون ببيوتهم مع عيالهم، مش هيك السجاد؟ طبعا هذا موضوع يعني انا مش عم ناقشك فيه من ناحيه عفوا، الموقف، هو عم بنقول لك شو بيقولوا الدول. المجتمع الدولي لما بده يضغط علي بالمال ويحاصرني اقتصاديا ويعمل لي انهيارات في البلد ويحاصرني مصرفيا، ما علي حكي مصرف لبنان، كلنا بنعرف هو بأمر مين يؤتمر، كلنا بنعرف السفيرة الأمريكية شو عملت لما طلع الرئيس عون وبده يعمل له إقالة، كلنا بنعرف شو اللي صار بلبنان، كيف تعاطوا الامريكان مع ملف رياض سلامه بسويسرا ولا ببريطانيا ولا بلبنان. خلينا نحن نكون عم نحكي بوضوح وشفافيه، الناس زهقت من المنمقات الكلاميه. المجتمع الدولي اذا عم بيضغط على لبنان لنوصل لحل نقول لهم تفضلوا هذا سلاحنا، ما عم بدنا نقاوم بس خلونا نعيش، نحن ما فينا نعيش بدون مقاوم. هذا اللي بدهم يفهموه. المجتمع اللبناني، هذا الجزء الكبير من المجتمع اللبناني يلي رفض الاحتلال بال 82 ورفض الاحتلال بال 2000 ورفض الاحتلال بال 2006 ومنع مشاريع بال 2011، ما رح يجي يسلمكم سلاحه لقاء ضغط سياسي هون او ضغط مش تسليم اقتصادي هون. السلاح، انا معلش طولنا بهي النقطة بس لانه نقطة اساسية، يعني الموضوع مش قصة تسليم سلاح، الموضوع هو نوع من التزام بعدم التدخل بشؤون بعض الدول، يعني حتى كتار من اللي عم يحكوا بهي الموضوع مش عم يتطرقوا له من زاوية النزاع مع اسرائيل او الصراع اللبناني الاسرائيلي، عم يتطرقوا له من زاوية التدخل في شؤون بعض الدول يلي هي بعيدة عن لبنان، حتى مش عم يحكوا عن سوريا، عم يحكوا عن يعني اليمن، عم يحكوا انحياد، عن بلدان اخرى، يعني يعني انحياد. ما سميت لك اوكي اذا بدك تحكي، يعني مش ضروري الحياد، لا تحييد لبنان عن بعض الملفات يلي ترتد سلبا عليه، من التدخل فيها يرتد سلبا عليه. انا بدي اسال المجتمع الدولي يلي عنده هذا المنطق، هل هم حيدوا لبنان عن سوريا عندما ارسلوا الارهابيين الى سوريا؟ سؤال، هذا سؤال برسم المجتمع الدولي كله، هل حيدوا لبنان عن سوريا عندما ارسلوا الارهابيين الى سوريا؟ طيب شو كانوا عم بيعملوا الارهابيين في سوريا عندما جاءوا الى مناطق القصير ومناطق في بعلبك وفي غير بعلبك؟ شو كانت عم تعمل الخلايا الارهابيه في طرابلس؟ شو كانت عم تعمل تفجيرات الخلايا الارهابيه في مناطق الضاحيه؟ طيب كان نعم حزب بس الله انا قلت لك عم بيدافع عن حتى حدود. بالموضوع السوري مش عم يحكوا، يعني عم بيقولوا مثلا انه ما هو شو، الخطابات هو شو العالية المزيد؟ السقف او التدخلات ولو الكلامية يعني بالخطاب السياسي بالسعودية وباليمن وبهون وهون، هيدي ما اضرت بمحل معين، هيدي هل ممكن تستمر على ما كانت عليه؟ اذا بدنا نتوقع، عم بربط لك اياها بالمساعدات، انا اذا بدنا نتوقع انه هالدول تساعدنا وتوقف معنا. يا استاذ جاد، حزب الله اخر من تحدث على موضوع السعودية واليمن وتركني من سوريا، لأن سوريا دولة حدودية ما في حدا بالدنيا يقدر يحيد لبنان عن أحداثها. هذا كلام، اوكي انا هذا ما عم كلام بقول لك لا عن وقع سوريا، عم له. بقول لك على الدول الابعد. خليني على اليمن وعلى السعودية اللي لها علاقة بالسعودية. طيب هذا الأستاذ الأمين العام لتيار المستقبل الأستاذ أحمد الحريري، من راجع أرشيف خطاباته قبل السيد حسن، كيف كان عم يحكي عن إيران ودعم إيران للحوثيين، وبأي ألفاظ تلفظ بها بحق إيران، وبأي ألفاظ نعت فيها إيران، وكل هذه الأمور، علما أن إيران عرضت كما السعودية مساعدات وكل أشكال وأنواع التعاون والاستثمار في لبنان، وأحلى من السعودية ومش مشروطة. هذا مسموح له، هذا ما عليه انه يحكي هذا الحكي، بس اذا طلع السيد حسن وقال السعوديه تقتل الشعب اليمني، السعوديه مجرمه لانها قتلت واعتدت على الاطفال في الشعب اليمني، وكل هذا الموضوع بصير هون جرم جرم يستحق ان يعاقب لبنان كله عليه، اي عدل هذا؟
انا اذا بدي بس اخذ استاذ فادي، مساعدات اقول لك، من بس خليني السعوديه. اناقشك بهيدي النقطه. بس نحن نعم يعني ما حدا عم بيقول لك انه اللي عم تتفضل فيه نقلا عن احمد الحريري انه هيدا محق. احمد الحريري اوكي مش عم، كلامه غير مقبول، والتعرض لاي دوله صديقه للبنان غير مقبوله، بس ممتاز هذا الموضوع ممتاز مش هو يلي عم يقطع علينا المساعدات، وانا ما عم برره، يعني هذا موضوع لوحده بيتعالج لوحده. بس بالموضوع بما يتعلق بحزب الله ودول الخليج بالمرحله المقبله، انا كنت سالتك عن هالموضوع، بالمرحله المقبله اذا عم تقولوا انه الرئيس الحريري هو لازم يجيب المساعدات ولازم ولازم ولازم، صح او لا؟ صحيح. اذا طلب هالمساعدات وضل في هذه التدخلات التي يشكو منها المجتمع الدولي والدول العربيه والى اخره، بدها تيجي هالمساعدات؟ وهذا الشعب اللي عم تحكي عنه يلي احتضن المقاومه قادر بعد يتحمل؟ اولا حزب الله لم يتدخل في اليمن على المستوى العسكري، انما كان له موقف سياسي من الحرب على اليمن، شانه شان كل القوى. طيب هيدي روسيا، هيدي روسيا، طيب ما وصفت ما يحصل في اليمن جريمة عصر. تتفضل بس ما السعودية حضرتك قلت فيها هيدي روسيا، حضرتك قلت هيدي يعني روسيا مش حزب يعني بقلب روسيا. قصدي أنا اليوم إما لبنان كله مش يلتزم، الحزب الشيوعي الروسي أو الحزب اللي ما بعرف أي لا حزب تاني وصف روسي. وصف الحزب روسيا الشيوعي، دولة. وصف الحزب الشيوعي هذا الكلام. إما اليوم نحن هذا البلد ما فيك تيجي تسكت فيه حزب مقاوم عن أحداث المنطقة بأنه يعطي رأيه، هذا حزب ما بتقدر انت اليوم تيجي تشرط مساعداتك للبنان بانه سكتوا لي هذا الحزب في لبنان ما يحكي علي. يا اخي لا لا، ممنوع اعطي موقف، انا ممنوع اعطي راي، بدك تفصلني عن كل العالم وتعيشني ضمن الدائره اللبنانيه فقط، بدك تعيشني ضمن هيدا 10400 مش هيك بس، فاذا تحمل العواقب يعني هن وافق منطقهم هن يعني. اذا مساعدات الى لبنان ما تيجي تقول لي مشروطه مساعدات بموقف، وإذا مساعدات إلى لبنان مشروطة بموقف سياسي وانبطاحي كمان، مش بس سياسي، مشروطة بموقف سياسي انبطاحي. السعودية مفكرة مثل ما عملوا بخاشقجي وسكتوا تركيا بشوية دولارات، مش السعودية يا أستاذ فادي، أنت عم تخدني على محل محدد، أنا مش هيك عم، لحظة خليك معي، أنا عم بحكي ردك على الموضوع الأساسي. المجتمع الدولي اليوم كل الدول اللي بتحكي بمساعدة لبنان مظبوط او لا، مين؟ بتحكي عن اصلاحات وبتحكي مين؟ عن دور حزب الله خارج الحدود، مظبوط او يا لا؟ سجاد بردك، انت سجاد قلت لي الرئيس الحريري مطلوب منه يساعدنا ويجيب مساعدات ويستغل علاقاته والى اخره، كيف طبعا بده يفعل هالعلاقات؟ تنفترض انه مش الحال وشكل الحكومه، كيف بده يقدر يفعلها طالما ما تلاقي حل لهي النقطه الاشكاليه؟ هذا كان سؤالي. عنده مهمه محدده الرئيس سعد الحريري، هو تشكيل حكومه قادرة من اختصاصيين ولا سياسيين اللي يصطفل فيه. أوكي. أما المبادرة الفرنسية إذا عم تحكيني على المجتمع الدولي، يعني حتى ما نكبر الحجر، في عنا فرنسا هي القائمة بالمبادرة كلها. فرنسا لما اجت إلى لبنان والتقت وفودها مع حزب الله، هل نعم. حزب الله عرقل مهامة أم سهل مهامة؟ سهل مهامة باعتراف الفرنسيين، شو بدك بحزب الله اليوم؟ حزب الله يتعاطى مع هذا الملف اللي اسمه تشكيل الحكومة، مع هذا الملف هل يتعاطى بتسهيل وأريحية؟ ايه طبعا يتعاطى باعتراف فرنسيين. اذا بدك تفوضني نقطة هون المساعدات بمقابل موقفك السياسي، بكرة بتقول لي رسم الحدود البحرية مثل ما بدها اسرائيل ولا بمنع عنك المساعدات، اعمال هيدا الامر، تنازل عن مقاومة عن المقاومة حتى اعمل لك هيك، ما بيصير. هذا انت عندك مهمه محدده اسمها الحكومه اللبنانيه تضم كل الاطراف والاحزاب والطوائف والمذاهب في لبنان، ما فيك تيجي تشترط علي بمحل ثاني لبيعك واشتري منك بمكان ثاني. صح، ولكن هيدي الحكومه وهيدي المساعدات. اللبنانيين لما تلتقى بحيالة لبناني بالطريق بيقول لك بموضوع ترسيم الحدود نحن معكم للاخر، ما بدنا نفرط بنقطه نفط، بموضوع مش اللي مزبوط. بدك اياه، يعني هاي المواضيع مش كلها، مزبوط. بموضوع الصراع الاسرائيلي، ابدا بموضوع مواجهه ابدا ارهاب بسوريا، ما حدا عم بيقول شيء تقريبا. بس الاعتراض هو انه ليه عم تفوتونا بملفات نحن عم ترتد علينا سلبا على اقتصادنا وعلى حياتنا اليوميه والى اخره. ملف المفاوضات البحريه ما بين نعم. لبنان العدو الاسرائيلي يطرح في كل جلسه اقليميه ودوليه، ولمعلومات الجميع حتى باجتماع فيينا، حتى باجتماع فيينا بعض الدبلوماسيين العرب الذين كانوا موجودين في هذا الاجتماع، انتبه، بعض الدبلوماسيين العرب الذين السابقين طبعا اللي كانوا موجودين مرافقين لأحد الدول كانوا موجودين بهذا الاجتماع وطرح على هذا الموضوع، موضوع الترسيب البحري بين لبنان وإسرائيل. شو هالحكي هذا؟
نحن اليوم مين بيقول لك انه كنا معكم وما بنتنازل عن نقطه مي؟ مين هالحكي؟ هيدي فئه بلبنان بتحكي هذا الحكي. والله العظيم لو كان ملف ترسيم الحدود مع غير فخامه رئيس مثل ميشيل عون لحتى لي بعنا لبنان. شو عم نحكي نحن وعايشين ببلد نحن بنعرف كيف مقصه وباي عقليه؟ عم اقول لك انا عن الناس، عن الناس مش عن القوى السياسيه. الناس ناس بالشارع اذا بتسالهم اليوم انتم مع التدخل بالشان الخليجي وبالشان الكذا، حتى ولو كلاميا جزء كبير حضرتك بتعرف جزء كبير بيقولوا انه لا نحن شو بدنا فيهم هلا؟ هي هن يعني فيك تقنعهم بموضوع سوريا واكيد الموضوع الاسرائيلي تحصيل حاصل، بس ما فيك تقنعهم بهيدا الموضوع تبع الخليج يلي عم يرتد علينا سلبا. هلا ما بعرف ليه كثير رحنا بالموضوع الخليجي لهالدرجه، الحديث جرب بعض. لا هو مهم، هو مهم لانه في كثير، لا هو مهم لانه في كثير من الشباب اللبناني يعمل في الخليج وتعرضوا الى ضغوط صح. وترحيل وتحديدا من الامارات. لا ما انت عم تحكي كثير مزبوط، وهذا الموضوع جدا مهم، الموضوع الاماراتي والموضوع السعودي. اللبنانيين الشيعة او من لهم علاقة بحزب الله تم ترحيلهم من الامارات ومن السعودية من اجل الضغط على بيئة حزب الله والضغط على حزب الله انه تفضلوا شو عم تعملوا بشعبكم، انتم عليكم ان تسكتوا، عليكم ان تصمتوا عن كل شيء عم بيحصل، وممنوع تتدخلوا بشيء ما لكم علاقة باي شيء ابدا. هذا هو الثمن، هذا هو الثمن، انك انت توقف تتفرج تسكت وما تقرب على شيء ابدا ولا تحكي اي شيء ابدا. بس هم طيب بس علي. هلا تنختم الموضوع بس يعني انه اخر شيء، بما انه ما انا اللي عم بسالك اياه، انه بما انه الجهه يلي انت عم تدافع عنها او عم تشرح لنا موقفها ما عارفه انه في لبنانيين هونيك ممكن يتاذوا، ونحن كل يعني من هذا الموضوع الخليجي والسعودي واليمني والى اخره لا ياتينا الا الضرر، مش عم نستفيد بشيء من كل هالمواقف، فليه عملناها وليه بعد يعني مش قادرين نلاقي لها حل للمستقبل؟ مش لاقي لي ما لها حل هيدي، في لا في المستقبل ولا في الحاضر ولا في اي شيء، الا ان يتعاطى بشكل رسمي وبشكل دقيق مع لبنان، وان تكون هذه المساعدات لاجل مساعده لبنان وليست مشروطه بموقف سياسي. وبرجع بقول لك استاذ جاد وبكل شفافيه، لما حتشوف حوار سعودي ايراني او جلسه على طاوله مفاوضات سعوديه ايرانيه بتشوف كل هذا الكلام تم تذليله وكل هاي العقبات تم ايقافه، مع العلم ومع الاشاره الى انه لاحظ انت وقارب انه خطابات حزب الله في الاونه الاخيره وتحديدا منذ ان تحولت حكومه الرئيس حسين دياب الى حكومه تصريف اعمال، لاحظ خطابات الحزب كيف أصبحت لم تعد تتسم بنفس النبرة العالية وبنفس الحدية تجاه السعودية والخليج. خلينا نكون واقعيين، مش لأنه نحن عندنا ظرف معين، لأنه نحن نريد أن نقول للعالم أنه يا أخي هذا نحن إذا بعدنا عن هذه الخطابات رح تشوفوا كيف هني لن يتماشوا مع الوضع اللبناني بشكله الطبيعي، حيطلبوا أكثر. نحن بالنسبة لنا، بالنسبة لحزب الله، عنده موقف سياسي واضح من حرب السعودية على اليمن، ما عنده عداء مع الشعب السعودي أبدا، الشعب القيادة السعودية قامت هي بالحملات العدائية تجاه حزب الله وإيران، السعودية لا تفهم أن حزب الله بقراراته مستقلة عن إيران، يريد مفاوضة إيران على سلة كاملة مرتبطة بكثير من المشاريع. أنا رأيي الشخصي المنطقة إذا لم تتجه إلى جلسة حوار سريعة بين السعودية وإيران سنكون أمام تأزم أكبر، لأن السعودية لن تتحمل أن تكون إيران دولة نووية وهي في هذه العدائية معها. لا نحكي شوي عن موضوع، فتحنا موضوع النفط وترسيم الحدود. يعني بهالأسبوعين طرحت إشكالية العلاقة بالحدود الشمالية، وامبارحة في معلومات صحفية عن اتصال جرى بين الرئيس عون والرئيس الأسد للبحث بالموضوع وإلى آخره. شو عندك معلومات حول هذا الموضوع؟ مش حول الاتصال، يعني حول هذه الإشكالية على الحدود الشمالية البحرية. هلا ما في لحد الآن إشكالية، أصلاً الأراضي اللبنانية أنت بتعرف حتى على المستوى البري أراضي متداخلة وغير مرسمة، يعني عندك مثل مزارع شبعة، أنت بتعرف اللبناني بيقول خلي السوري شو يقول والسوري بيقول خلي اللبناني شوف شو بيقول. ما بتخيل أنا هذه في إشكالية، الأراضي متداخلة ومن الطبيعي أن يحصل هناك ترسيم، لأنه هلأ عندنا شركات نفطية كبيرة جدا على الساحلين اللبناني والسوري، المطلوب ترسيم لأنه استخراج الغاز والنفط أصبح ضرورة، وهناك الكثير من الشركات بدأت تعمل لا سيما في مقدمتها الروسية، بدأت تعمل على الشواطئ السورية لاستخراج الغاز
عفوا واستخراج النفط، ومن حق الطبيعي أن تعرف أين تنقب وأين تتعاطى مع هذه الملفات. وكما يحصل هناك ترسيم بين لبنان وفلسطين، يعني بمقدمتها العدو الإسرائيلي اللي هي موجودة واقعا على الحدود، من الطبيعي أن يحصل هناك ترسيم ما بين لبنان وسوريا لتحديد النقاط البحرية حتى نعلم أين يمكن أن يبدأوا بالتنقيب عن المشتقات النفطية والاستثمار البحري الموجود، خاصة أن سوريا مقبلة على استثمارات بالغاز كبيرة جدا واستثمارات روسية كبيرة جدا. تم توقيع عقود أعتقد منذ سنة مع شركة روزفلت الروسية المعنية بشكل أساسي في التنقيب عن النفط في سوريا على سواحل طرطوس. بالموضوع الروسي، حضرتك يعني هلا يعني تارك بغداد ورايح على روسيا ولا رايح صح. ايران قبل؟ لا، إيران قبل بعدين روسيا. اوكي، شو صار بالمحاولة الروسية لمساعدة لبنان على تشكيل الحكومة؟ خلينا نختم بالموضوع الحكومي حديثنا اليوم، بالموضوع الروسي شو عاد صار؟ حتى الآن بعد زيارة وفد حزب الله إلى روسيا وحس والحديث عن موضوع الحكومة ووقوف روسيا إلى جانب الحكومة الروسية اللبنانية برئاسة سعد الحريري، جرى هناك اتصالات مع بعض الأفرقاء اللبنانيين وتحديدا النائب وليد جنبلاط، وتم نقل رسالة رسمية من قبل السفير الروسي في لبنان إلى الرئيس نبيه بري للوقوف على دعم لبنان في تشكيل هذه الحكومة، لكن خطوات عملية وخطوات إضافية حتى الآن فعلية على الأرض لم يحصل، بل الأمر متروك للمبادرة الفرنسية. ولا أخفي عليك أن بعض الدبلوماسيين الذين يتعاطون في هذا الشأن قالوا لي بشكل واضح أنه الآن المبادرة الفرنسية هي في المقدمة، الفرنسيين هم من يهتمون، نحن نقف خلف المبادرة الفرنسية في دعم تشكيل الحكومة وليس لدينا خطوات عملية لتشكيل حكومة في لبنان. نعم، بدي بعد استوضح منك على نقطة واحدة، يعني المبادرة الفرنسية هي في المقدمة، بس المبادرة الفرنسية بطلت تشبه المبادرة التي بدأت، يعني اليوم صرنا بمبادرة فرنسية معدلة ولو من دون إعلان يعني. وتحت واحد مثل الاستاذ اللي حمل العصايه، اذا ما بتعملوا هيك في عقوبات وفي تجميد ارصده وفي ما بعرف شو، يعني حتى الشكل اختلف والمضمون اختلف، وبالتالي اصطدم الفرنسيون بكثير من العوائق في لبنان والعثرات، ومثل ما قلت لك واحدة من العثرات هي المطالب والشروط السعودية اللي ما استطاعت فرنسا أن تلين هذه الأمور، خاصة في ظل توتر أو ضعضعة في العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. ولا ننسى يعني أنه الفرنسيين عم يصطدموا بكثير امور في لبنان لم يستطيعوا حلها لان فرنسا لم تعد في ذلك الثقل الدولي الذي كانت عليه في السابق، خاصه في زمن التخبط الاقليمي الكبير الذي يحصل ونمو قوى كبيره في المنطقه، وخاصه يعني تراجع اقتصادها وخسارتها الكثير من النفوذ السياسي في كثير من المناطق، لم يعد اعتقد قادر على ان تمارس هذا الدور كما كانت تمارسه. الروس تركوا الفرنسيين في المقدمه للتشكيل حتى وقت اخر، بيشوفوا الروس الى اين تتجه الامور، مع علمي وانا قلت لك اياها يمكن لحضرتك باحدى اللقاءات، مع علمي ان الروس لن يتقدموا بمبادره لتشكيل حكومه في لبنان، بل يكتفون بمسانده اي مسعى لبناني لتشكيل الحكومه، ليس هناك مبادره روسيه لتشكيل الحكومه، بل هم يقفون خلف الفرنسيين في هذا الموضوع. نعم، آخر نقطة، يعني اليوم شو يعني إذا بدك تقول للبنانيين اليوم انطروا هالشغلة لتعرفوا إذا عم تتحلحل الأمور أو لا، شو لازم ينطروا؟ اللي قاعدين بالبيت عم بيتابعوا بدهم هيك بصيص أمل من مكان ما. خليهم ينطروا يشوفوا المفاوضات الإيرانية الأمريكية الأوروبية حول الاتفاق النووي، بس أنا بقول لهم طلعوا من الزاوية الثانية وليس من زاوية إيران، إيران لن تفاوض عن لبنان، أمريكا تفاوض على لبنان. إيران لن تفاوض عن أي مساعدات للبنان، السعودية تفاوض على مساعدات لبنان، أوروبا تفاوض على تشكيل الحكومة في لبنان بوجه إيران بأجل الضغط على إيران، إيران لن ترضخ لهم، وإذا بقيوا على هذا الأساس فكنتم تنتظروا بعض الحلحلة في الإقليم وفي المنطقة
بعد جلاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية. شكرا لك الزميل فادي بوديا من بغداد على هذه المداخلة، وأهلا وسهلا فيك. مشاهدينا فاصل ونعود إلى الجزء الثاني من حلقة حوار اليوم مع ضيفنا الزميل الصحافي إبراهيم عوض، ونخصص الشق الثاني حصرا لموضوع المشاورات حول تشكيل الحكومة اللبنانية.